أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج إكسترا. اليوم هنتكلم فيها عن جهود الدولة في عودة المصريين وجنسيات أخرى من السودان، وهنتكلم أيضا في هذه الحلقة عن مبادرة ابدأ واهتمام الدولة في تنفيذها في جميع المحافظات. نبدأ مع حضراتكم بعودة الرعاية المصريين وغير المصريين من السودان، وبيواصل معبر أرقين استقبال المواطنين ورعاية الدول الأخرى القادمين من السودان. استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف وجود الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. كما يواصل معبر قسطل البري استقبال الوافدين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية على مدار الساعة. هذا ويشهد المعبر زيادة في عدد الخدمات المقدمة سواء كانت الطبية أو الإنسانية، بالإضافة إلى وجود مبادرات وقوافل مصرية تابعة لمؤسسات مختلفة بتقدم الدعم للنازحين على المستويين الصحي والغذائي. هذا وأعلنت وزارة الصحة عن تقديم الخدمات الطبية ل 581 قادم من دولة السودان عبر ميناء سفاجة البحرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للوافدين من السودان الشقيق. وأضاف بيان الصحة أنه تم مناظرة 466 قادم من خلال عيادات الحجر الصحي بالميناء، كما تم تطعيم 114 طفل بالطعوم المضادة لشلل الأطفال، إلى جانب تحويل حالة إلى مستشفى سفاجة العام بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث تلقى الخدمة الطبية اللازمة وتم إعادته مرة أخرى. هذا وأعلنت الوزارة أيضا عن تمركز 9 عيادات متنقلة في ميناء سفاجة، إلى جانب 10 سيارات إسعاف مجهزة بعناية مركزة، علاوة على رفع حالة الاستعداد في المستشفيات والخدمات الإسعافية بمحافظة البحر الأحمر. كما تم الدفع ب50 فرد من أطقم الحجر الصحي لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي على القادمين. هذا وبتواصل أجهزة الدولة جهودها المكثفة لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من السودان الشقيق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بتواصل محافظة أسوان تكثيف تقديم الخدمات للوافدين داخل الموقف البري الدولي بكركر وتوفير الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب ووسائل النقل. كما يتواصل تقديم جميع الخدمات في معبري أرقين وقسطل، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق أو على طريق أسوان أبو سمبل البرية. ما زلنا مع حضراتكم في ذات الملف، وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء إجراءات التحويل الخاص بالطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية يوم السبت المقبل، وذلك بيأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وذلك حرصا على مستقبلهم الدراسي، وذلك أيضا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه البلاد. وبشكل عام بتواصل مصر تحركاتها على المستوى الدبلوماسي لإنهاء الأزمة السودانية والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك في إطار ريادة القاهرة ودورها الإقليمي في القارة السمراء. المزيد في سياق هذا التقرير.
جهود وتحركات مصرية مهمة متواصلة لتسوية الأزمة في السودان الشقيق، وذلك استمراراً لدور القاهرة الريادي لدعم الخرطوم في محنته، انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين. الرئيس السيسي استقبل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، وشهد الاجتماع تسلم الرئيس السيسي رسالة مهمة من رئيس جنوب السودان سلفا كير بشأن آخر تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق. كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة، ومن ثم استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا. وضمن مساعي مصر الهادفة لإنهاء الأزمة السودانية، قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة جوبا، حيث سلم الرئيس الجنوب السوداني سلفا كير رسالة من الرئيس السيسي تتناول مستجدات الوضع في السودان والدور المهم لدول جوار السودان في المساعدة في حلحلة الأزمة الراهنة وتمكين الأطراف من الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار يحفظ أرواح الشعب السوداني ويحافظ على استقرار السودان وسلامة أراضيه. شكري استعرض الجهود والاتصالات التي قامت بها مصر منذ بداية الأزمة، سواء على المستوى السياسي من خلال العمل مع طرفي النزاع والقوى المؤثرة إقليميا ودوليا على وقف إطلاق النار وإتاحة الفرصة للتعامل مع الخلافات من خلال الحوار، أو على المستوى الإنساني والتأكيد على أولوية حقن الدماء وتجنيب الشعب السوداني المعاناة الناتجة عن الاشتباكات العسكرية الجارية. رئيس جنوب السودان ثمن الدور المهم والقيادي الذي تضطلع به مصر لمحاولة إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة تحافظ على استقرار ووحدة وسلامة السودان وشعبه الشقيق، بالإضافة إلى تجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. كما تمت الإشارة إلى استقبال مصر أكثر من 60,000 من أبناء الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة، وتأكيداً على إيلاء الدولة الأهمية الكبيرة لاستقبال جميع القادمين من السودان وتقديم الدعم لهم. تواصل المعابر المصرية استقبال العائدين من السودان، حيث يواصل معبر قسطل وأرقين استقبال العائدين من السودان وتقديم جميع الخدمات لهم. كما تواصل الأجهزة المعنية في محافظة أسوان جهودها لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي. للمزيد من المتابعة عن جهود الدولة لاستقبال العائدين من السودان، بينضم إلينا الآن مباشرة من أسوان مراسل إكسترا نيوز كريم رجب. كريم، برحب بك إذا، وضعنا في تفاصيل المشهد لديك، تفضل. نعم نانسي، يعني في مدينة أسوان تذلل كافة العقبات وتسخر الإمكانات من أجل دعم الأشقاء السودانيين. على المستوى القطاع الطبي هناك 3 محاور وضعتها الدولة من أجل تقديم خدمة طبية مميزة للقادمين من السودان. هذه أول محور في هذه الخطة، يعني مختص بتحديد أو إقامة عيادات متنقلة في النقاط التي تتوافد عليها الأسر السودانية كمعبري قسطل وأرقين الدوليين، فضلا عن موقف كركر الدولي وهذه النقاط الهامة هناك فيها عيادات متنقلة، فضلا عن مستشفى ميداني في المعابر التي يصل من خلالها الأشقاء السودانيون إلى الأراضي المصرية. وهذا المستشفى الميداني هو مزود بكافة الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تساعد في عملية التشخيص وتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة. الشق الثاني وهو يتعلق بالمستشفى التابعة لوزارة الصحة هنا في محافظة أسوان، والتي تفتح أبوابها للحالات التي تأتي إليها سواء من المعابر
بدر أو غير ذلك من النقاط التي يتوافد عليها الأشقاء السودانيون. وهذه المستشفيات منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة استقبلت ما يزيد عن 5000 حالة، وهذه الحالات تلقت العلاج اللازم. وبعد ذلك هناك محور ثالث وهو مختص بالتطعيمات اللازمة لتقديمها للأشقاء السودانيين وخصوصا الأطفال، حيث التصريحات الرسمية تشير إلى أن هناك ما يزيد عن 2200 طفل تقريبا تم تطعيمهم ضد شلل الأطفال. وبذلك تكتمل المنظومة أو الخدمة المميزة الذي يقدمها القطاع الصحي في مصر للأشقاء السودانيين. يتبقى شق آخر ومتعلق بالدعم النفسي والمعنوي، وفي موقف كركر الدولي على سبيل المثال أطلقت مبادرة وهي مبادرة نادي الأسرة، وهو عبارة عن مساحة صغيرة بتتشارك فيها المؤسسات المصرية مع بعض المؤسسات الدولية كاليونيسيف. وفي هذه المساحة يتم تفريغ الطاقات السلبية للأطفال السودانيين خصوصا بعدما ما شاهدوه من مشاهد قاسية في الأراضي السودانية خلال الأيام الماضية، وبعد ذلك يتم تفريغ هذه الطاقات من خلال وسائل وأساليب مبتكرة للدعم النفسي والمعنوي. وبعد ذلك يتم شحن طاقات الأطفال بشحنات إيجابية تعينهم على تدارك ما شاهدوه وتنسيهم مشاهد الأمس القريبة التي لا تزال عالقة في أذهانهم. بخلاف ذلك هناك خدمات كثيرة ومبادرات أخرى أطلقت هنا في مدينة أسوان، وهذه مبادرات من جانب الأهالي أنفسهم. على سبيل المثال قرية وادي كركر التي منذ أول يوم في هذه الأزمة وهي تستقبل الأسر السودانية وتفتح لهم أبواب منازلهم ويقومون بتقديم الخدمات اللازمة لهم، وكل هذا بالمجان. وكان هناك إشادة كبيرة من جانب المنظمات الدولية التي زارت مدينة أسوان خلال الأيام الماضية وحتى مع بري قص الأرقين، وأشادوا بالجهود والمبادرات التي أطلقت من جانب على المستويين الرسمي والشعبي، وأن هذا إن دل فإنما يدل على أن هناك وقفة مميزة للدولة المصرية مع الأشقاء السودانيين الذين يأتون تباعا إلى الأراضي المصرية. قبل أن أنتقل معك إلى محور آخر كريم، ماذا عن الحالات الحرجة ربما التي تأتي عن طريق المعابر البرية، كيف يتم التعامل معها؟ عندما تأتي هذه الحالات يتم نقلها عن طريق سيارات الإسعاف التي تتمركز في معبري قص الوارقين وكذلك موقف كركر الدولي. بناء على التشخيص الخاص بالكوادر والأطقم الطبية في هذه النقاط الحيوية يتم بعد ذلك توجيه هذه الحالات عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات هنا في مدينة أسوان لإجراء اللازم. وتم استقبال أكثر من حالة من هذه الحالات الحرجة وتم تقديم العلاج اللازم لهذه الحالات. يتبقى جزئية أخرى أريد أن أتحدث عنها نانسي بخصوص الدعم الطبي للأشقاء السودانيين. كان هناك تصريحات بالأمس لوزير الصحة بأن هناك سيكون هناك إرسال لنحو 25 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى السودان، خصوصا مع أن هناك 80% من المستشفيات والمنظومة الصحية أنهكت نتيجة الاشتباكات التي دارت خلال الأيام الماضية، وهذا سيتم من أجل تقديم مزيد من الدعم الطبي، وبذلك الدعم الطبي أيضا يتجاوز الحدود المصرية. نعم، هذا فيما يتعلق بالدعم الطبي. هناك أيضا ما يتعلق بالدعم اللوجستي كريم، سواء كان رعاية مصريين أو غير مصريين، كما هو معلوم تم توفير لهم إن كنا نتحدث عن المواد الغذائية والشرب، ولكن من جانب آخر أيضا وسائل النقل وعربات تقوم بنقلهم إلى محافظاتهم. النقطة التي يتوافد عليها كل من يأتي من الأراضي السودانية هو عن طريق معبري قسطل وأرقين. نعم. من ثم تتجه الشاحنات التي تقل هؤلاء الوافدين على موقف كركر الدولي. هناك تمركزات للأوتوبيسات التي تم توفيرها فضلا عن وسائل أخرى للنقل، وكل ذلك من أجل خدمتهم وتسهيل مهمة نقل الأسر السودانية أو حتى الجنسيات المختلفة التي تتوافد لحظة
بعد أخرى على موقف كركر الدولي. هذه السيارات والأتوبيسات منها ما يتجه نحو القاهرة مباشرة، ومنها ما يتجه نحو محطة القطار، وشاحنات أخرى تتجه نحو مطار أسوان الدولي. وهذه الوجهات هي الوجهات التي يتجه إليها كل من يأتي من الأراضي السودانية من سودانيين وجنسيات مختلفة. يقوم في استقبال هؤلاء الوافدين مجموعة من الشباب المتطوعين في مبادرات مختلفة، منهم من يتحدث لغات مختلفة حتى يتم التعامل بسهولة مع الجنسيات غير العربية، فضلا عن تقديم الخدمات الأخرى كالأغذية الجافة والوجبات الساخنة. وخصوصا أن موقف كركر الدولي تم إعداد مطبخ مجهز فيه، يقوم هذا المطبخ بإنتاج ما يتراوح ما بين 1000 و1500 وجبة يوميا. وهذه الوجبات تتميز بتنوع عناصرها الغذائية، سواء بروتينات أو نشويات أو حتى من عناصر أخرى كخضروات والفاكهة. نعم. وتوزع هذه الوجبات بشكل يومي وبشكل منتظم على كل من يتوافد على موقف كركر الدولي. طيب كريم، يعني بالتأكيد كان لك لقاءات عدة ربما مع القادمين من السودان إن كانوا مصريين أو غير مصريين، يعني كيف تم الحديث عن عملية عودتهم إلى مصر؟ يعني ما هو شعورهم؟ كيفية التواصل معهم حتى يعودوا مرة أخرى إلى أرض الوطن؟ يعني ما الذي حدثوك عنه؟ المسافة التي يقطعها المسافرون من السودان إلى مصر تقريبا يعني قد تصل إلى حوالي 1000 كيلومتر، وهذه هي مسافة كبيرة جدا وفيها مشقة وعناء، فضلا عن أن رحلتهم هذه أيضا كانت محفوفة بالمخاطر نظرا للاشتباكات التي كانت يعني تدور في عدد أو أماكن مختلفة في الأراضي السودانية ولا سيما العاصمة الخرطوم. كل هذه المشاهد لم ينساها القادمون إلى الأراضي المصرية، وهم يعني عندما عبروا من خلال معبري قسطل وأركين على حد قولهم شعروا بالأمان، وأيضا كان هناك من يستقبلهم بحفاوة، وهذه الحفاوة أسهمت بشكل كبير في تخفيف وطأة معاناة رحلتهم الشاقة والتي كانت أيضا محفوفة بالمخاطر. بعض الأسر السودانية لم تستطع مغادرة الأراضي السودانية بأكملها، هناك بعض الأسر التي تناثرت جزء منها هنا في مصر والجزء الآخر لا يزال عالقا في الأراضي السودانية، ولكن ربما الاستقبال الحار الذي وجدوه هنا يخفف عنهم ألام غربتهم وألام المشقة وأيضا فقدان أو يعني عدم اصطحاب ذويهم معهم إلى الأراضي المصرية. ولكن ما يقوم به أيضا فرق الهلال الأحمر والدعم النفسي، وأيضا هناك إدارة مختصة يعني لم شمل الأسر السودانية وتوفير أو سبل ووسائل مختلفة للتواصل مع ذوين في الأراضي السودانية، كل هذا يخفف من وطأة هذه المعاناة، وبالتالي هم أشادوا بالجهود والدور الذي تبذلها الدولة المصرية بمؤسستها المختلفة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو حتى مؤسسات مجتمع المدني وكذلك على المستوى الشعبي. كل هذه الأدوار تتكامل مع بعضها من أجل خدمة الأشقاء السودانيين وخدمة كل من يأتي من الأراضي السودانية في هذه الظروف الصعبة. ولذلك كان هناك إشادة كبيرة بما وجدوه هنا من حفاوة وأيضا من تيسير في عملية الإجراءات، وخصوصا أيضا مؤخرا أنه وفقا أو بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن العبارات التي ستعمل أو تعمل على نقل الأشقاء والأسر السودانية القادمة من ميناء قسطل وتعبر بحيرة ناصر ستعمل على مدار 24 ساعة، وبالتالي عملية النقل بعد ذلك ستكون سهلة، فضلا عن إنارة هذا الطريق الرابط بين بحيرة ناصر ومعبر قسطل البري، وهذا الطريق يصل طوله إلى حوالي 40 كيلومتر. تم إنارة هذا الطريق بالكامل حتى تستطيع الحافلات والأتوبيسات التي تنقل القادمين من السودان ليل نهار دون أي عناء ودون أي مخاطر. أتحدث معك عن الشق الآخر أيضا كريم، وأريد أن أركز معك فيما يتعلق بالرعاية غير المصريين الذين يأتوا عن طريق العبور البري أيضا. يعني نعلم أن هناك تنسيق بالتأكيد كامل بين الدولة المصرية
وبين الدول الأخرى يعني التي ينتموا إليهم جنسياتهم، بعد ذلك يعودوا مرة أخرى إلى أوطانهم بعد التنسيق مع الجانب المصري. ولكن ما هي التسهيلات أيضا التي تقدم للرعاية الغير مصريين كريم؟ بمجرد وصول الرعايه الاجانب الى معبري قسطل وأرقين يكون هناك يعني عمليه تيسيريه في الاجراءات المختلفه، يكون هناك شاحنات واتوبيسات تنتظر هذه الرعايه واسرهم، وخصوصا انهم كانوا يصطحبون معهم الاطفال، فكل هذا كل هذه الامور يعني كانت مرتبه بشكل دقيق من جانب الدوله المصريه. الاتوبيسات والحافلات تنتظر هذه الأسر والرعاية، ويكون هناك يعني نوع من الدعم النفسي أيضا بالنسبة لهذه الرعاية، خصوصا أن الاشتباكات أثرت على الكبار وعلى الصغار وكانت حياتهم في خطر هناك على حد قولهم. ولكن عندما أتوا إلى الأراضي المصرية وعبروا من خلال معبري قسطل وأرقين تبدلت الصورة تماما، شعروا بأنهم في موطن آمن، أن كل الإجراءات وكل الأمور هنا ميسرة ومسخرة لخدمتهم، و بالتالي كان هناك إشادة كبيرة بهذا الدور الذي كانت تقوم به الدولة المصرية. وهناك نقطة أخرى أريد أن أعود إليها بخصوص الأسر السودانية نانسي التي جاءت إلى مصر، قالوا أنهم أيضا لديهم يعني كانت مصر وجهة مفضلة لهم للعديد من الأسباب. أول سبب أنها تعد البوابة الأقرب لبلادهم، فضلا عن أن أيضا هناك روابط اجتماعية نتجت أو بنيت على الروابط التجارية التي كانت تربط عدد كبير من التجار السودانيين وأقرانهم المصريين هنا، ولا سيما في مدينة دراو الموطن الأكبر لتجارة الإبل. وهذه التجارة بنيت عليها يعني علاقات نسب كثيرة، وبالتالي كانت أسوان إحدى الوجهات المفضلة لهذه الأسر السودانية، فضلا عن الروابط الثقافية والتقارب الثقافي ما بين الشعبين السوداني والمصري. هذا أيضا أسهم بشكل كبير في توجه عدد كبير من الأسر والأطفال والأسر السودانية إلى الأراضي المصرية، وخصوصا أيضا أن البيانات الرسمية تشير إلى أن هناك ما يقرب من 70,000 مسافر قدموا من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية، وأن 60,000 من هذا الرقم هو من الأسر السودانية. أنا الحقيقة بشكرك كريم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من معلومات. كريم رجب مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من أسوان، شكرا جزيلا لك كريم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعد عودة لاستكمال هذه الحلقة من إكسترا اليوم. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذه الحلقة من إكسترا اليوم، وننتقل للمحور الآخر في هذه الحلقة، وهو الحديث عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة إبدأ. هذه المبادرة اللي بتعد واحدة من أهم المبادرات في جمهورية جديدة، بتستهدف دعم الصناعة الوطنية والارتقاء بها، والتي أطلقت بتكليف من رئيس الجمهورية لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بهدف استدامة أهداف المبادرة. قلنا وعملنا وكنا قدها قد كلامنا، قابلنا الصعب كتير قدامنا، قلنا وبدأنا لا ظروف بتمنع ولا كان في حجة تبطلنا، احنا في حكايتنا أبطلنا ونجحنا وطلنا، لا ظروف ولا خوف يقدر يوصل لدن، حلمنا وشفنا الحلم بقلبنا، مشوار وقرار ورياح لم تكملا، ولسه كتير عندنا، لا 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 لا. ابدأ ده مبدأ مش كلمة وراحت لحالة، مفيش حاجة صعب نحققها بس احنا نبدأ، قدامنا لسه فجر اللي
عندنا دلوقتي في مصر. وخلال السنين اللي فاتت أتصور إن التحدي بيولد فرصة مش بيولد عقبة زي ما الناس بتصور. لا والله، التحدي بيولد فرصة والأزمة بتولد فرصة. تنفذ خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة. برنامج ابدأ واللي الهدف منه ان احنا نقلل حجم الاستيراد من خلال انشاء صناعات لهذه المنتجات في مصر. قبل ما نقول ان احنا نصدر منها، احنا بنتكلم على ان احنا نبقى عندنا كفاية للسوق المصري، وان كان في فرصة للتصدير هيبقى طبعا ده امر مهم ورائع. يعني مش هنقدر نغني البلد دي غير بالأفكار، عمل وفكر، فكرة وما نستكترش علينا ان احنا نعمل. قلنا وعملنا وكنا قدها قد كلامنا، قابلنا الصعب كتير قدامنا، قلنا وبدأنا لا ظروف بتمنع ولا كان المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية ابدأ بتستهدف دعم الصناعة الوطنية وتطويرها في إطار خطة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التصنيع. محاور عمل المبادرة الوطنية للتصنيع أو لتطوير الصناعة المصرية ابدأ بتنقسم إلى ثلاث محاور. المحور الأول محور المشروعات الكبرى، والمحور الثاني هو دعم الصناعات، والمحور الثالث هو محور البحث والتطوير والتدريب. على سبيل المثال إن تحدثنا عن محور المشروعات الكبرى، الحقيقة إن هذا المحور بيستهدف عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت مشروعات قائمة بترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك في إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وأيضا تشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع. للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف بتنضم إلينا الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة نانسي وبالسادة المشاهدين الكرام. أشكرك يا فندم. في البداية لو نتكلم عن أهمية مبادرة ابدأ وتحديدا أهميتها في هذا التوقيت لدعم وتطوير الصناعة الوطنية يا فندم. قولا واحدا أستاذة، ليس أمامنا خيار غير النجاح. كنا نحتاج إلى وصفة جيدة لتنفيذها، وأعتقد أننا عثرنا على هذه الوصفة الجيدة. الحقيقة في ظل المتغيرات اللي بيمر بيها العالم والمعطيات اللي جعلت كل الدول تصر على الاعتماد على الذات بالأساس والارتكاز على تكامل أدوار القطاع الخاص الوطني مع الدولة واستيعاب الفرص والتحديات للوصول إلى اقتصاد تنافسي، خصوصا إن احنا انتقلنا إلى مرحلة اقتصاد المعرفة اللي بنبحث بيه عن الصناعة المصرية قاطرة التنمية الحقيقية. احنا بنتحدث اليوم الحقيقة عن علامة فارقة في تاريخ الصناعة المصرية وضعتها الدولة في توطين الصناعة المصرية، إضافة لغيرها من المبادرات الوطنية، والحقيقة هي تعتبر نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية
واللي دشنها شباب البرنامج الرئاسي من المتخصصين مع الاقتصاديين لتطبيق ما درسوه على أرض الواقع، سواء لدعم الصناعة أو الاستثمار. احنا بنتكلم النهاردة عن الزراع الاقتصادي لمبادرة حياة كريمة، وأيضا الزراع الأيمن لتطوير الصناعات الأرضية. أستاذة نانسي، نحط أطر عامة للاستهدافات اللي الدولة المصرية كانت حريصة عليها وهي بتبدأ المبادرة، اللي الحقيقة يعني وضع لها السيد الرئيس نوع من الابتكار السياسي أو ما يسمى بالتوقيت اللحظي أو المتابعة اللحظية أو الجاهزية اللحظية، بمعنى أن لا يفوت يعني أيام في اجتماعات أو لقاءات أو مبادرات أو حتى تدشين صناعات إلا وفي متابعة رئاسية مستمرة لهذه المبادرة الحقيقة اللي بنشوف ثمارها قدامنا. الحقيقة الدولة المصرية كانت حريصة على أمر مهم جدا، أولا إنها بتتقدم في هذا التوقيت الصعب اللي العالم بيمر بيه بكل جسارة وإرادة الحقيقة لا تلين على طريق التصنيع بتأثير بالغ. يعني إحنا شايفين الحقيقة إحنا بنتقدم مراحل في الصناعات وعندنا رؤية لها دلالات وأبعاد تحت شعار، وهو أهم شعار في حياتنا، شعار صنع في مصر. نعم. الحقيقة الهدف الحقيقي اللي احنا بنسعى له هو الإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام. يمكن الدولة المصرية من خلال رؤيتها الحقيقة الاستراتيجية 2030 أو رؤيتها في التنمية الصناعية وضعت عدة أهداف هي تحققها من خلال مبادرة ابدأ وغيرها من المبادرات، وهي أولا أن الدولة المصرية تستحق أن تنفذ إلى المزيد من الأسواق العالمية والاستراتيجية، وأن تحدد معالم صناعتها بطريقة الحقيقة واضحة وطريقة صحيح. جيدة. فضلي فهم. طيب دكتورة وفاء، يعني خليني أتكلم مع حضرتك في شق آخر. فكرة أنه مبادرة ابدأ يعني هي تعتبر أتت من رحم مبادرة حياة كريمة، الدخول في كل المحافظات وتطوير كل المحافظات ومعرفة الميزة التنفسية الخاصة بكل مبادرة أو كل محافظة عفوا، كيف أيضا دعمت مبادرة ابدأ؟ الحقيقة مبادرة ابدأ لما حطت المنهجية بتاعتها يا فندم كانت قدامها التحديات اللي بتواجه الصناعة الوطنية، ومنها أيضا تغطية كل ما يلزم الحيز الجغرافي لجمهورية مصر العربية. ما ننساش أن المبادرة تمكنت من دعم 1500 مصنع بالحصول على التراخيص والمستندات الرسمية الخاصة بها. المبادرة أيضا يمكن حضرتك ذكرت المحور الثالث، هو المحور الهام جدا، وهو محور البحوث والتدريب. إنها الحقيقة عملت مبادئ مع الأكاديميات يمكن ومن خلال المبادرة على توسيع نطاق عملية المساهمة في تدريب الشباب، ونجحت بقى في جذب مزيد من الشراكات. وده يهمنا إن إحنا الحقيقة وإحنا بنتكلم عن نجاح المبادرة إنها قدرت الحقيقة تجذب عدد من الشراكات اللي وصلت ل 64 شراكة كبرى، منها 13 شركة أجنبية، ولا ننسى شركات أيضا التكنولوجيا وشركات نقل المعلومات اللي عددها حوالي 20 شركة، بالإضافة إلى 33 شركة مصرية. الأهم إن من خلال المبادرة، ويمكن سيادتك بتسألي على توغلها من خلال حياة كريمة إلى المحافظات المصرية، المبادرة كانت حريصة على إزالة جميع العوائق الموجودة أمام الصناع المحليين سواء صغار أو في شركات. المبادرة أولا كانت حريصة على وجود قاعدة بيانات صناعية من أراضي ومصانع وكل ما يستلزم لخدمة أغراض التصنيع المحلي. احتياج الصناعة كمان خلال الفترة اللي فاتت وخلال الحقيقة سواء من داخل مبادرة حياة كريمة أو بتفعيل مبادرة ابدأ على حيزنا الجغرافي، الحقيقة كان هناك اهتمام بوجود معامل اعتماد بجانب توطين الصناعة المصرية، ويمكن صحيح. السيد الرئيس مرارا وتكرارا يتحدث عن جودة الصناعة وضرورة أن تكون الصناعة المصرية على مستوى الجيد، وأن يكون يعني معامل الجودة فيها الحقيقة يفوق يعني أو يصل إلى الأرقام القياسية العالمية. إن إحنا بنستهدف ليس فقط التصدير ولكن تصدير منتج الحقيقة بمنتهى الجودة. طبعا. الأمر الثاني إن إحنا من خلال المبادرة أيضا قدرنا نعمل حالة من التواصل يا أستاذة نانسي بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الجهات الحكومية لمحاولة تقنين أوضاعها.
لأن مهما كان المصنع الصغير بيقابل مشكلات في طريقه، فلابد أن يكون هناك يد تمتد لي لإزالة هذه العواقب. الأمر الثاني أن أنا بعالج أيضا مشكلة عملية استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، ويمكن السيد الرئيس في آخر يعني ما الاجتماع وهو بيدشن مشروع كان بيتحدث عن مساعدة الدولة الجادة لتقديم يدها بالنسبة لمدخلات الانتاج والمكونات، حتى يكون في النهاية المنتج محلي أو مصري 100%، ونسعى في المرحلة القادمة أن يكون المكون محلي 100%. صحيح. طيب دكتورة وفاء، يعني فيما يتعلق الحقيقة، ويمكن حضرتك تفضلتي بذكر نقاط عدة في هذه المبادرة، ولكن يعني إن حددنا ربما يعني الفوائد التي تأتي، لا أتحدث ربما هنا عن الشق الاقتصادي بالشكل الأكبر، ولكن فكرة توفير فرص عمل، يعني هذه المبادرة استفاد منها العديد من الفئات، وأيضا الشق الآخر فيما يتعلق بتوطين الصناعة المصرية، ويعني هذا الحديث عن صنع في مصر وعودته مرة أخرى للأفق بشكل كبير وبشكل واضح، ولكن ماذا أيضا عن ما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية دكتورة وفاء؟ بالتأكيد طبعا مصر بطاقته قدما نحو خريطة استثمارية كبرى لتوطين الصناعات المحلية، والحقيقة عينها كمان على العالمية. احنا بنشتغل مش بس على المجال المحلي، ولكن في أي صناعة بنبدأ بيها أو بنستهدفها الحقيقة عينا على العالمية مع التوطين للصناعة. المبادرة أيضا ادتنا يا أستاذة نانسي بعد كبير جدا، بمعنى أن احنا بنحقق من خلالها استثمارات، ويمكن استثماراتها حوالي 200 مليار جنيه، ولكن ليها بعد منفعي اجتماعي وبيئي قابل للقياس. بمعنى أن أنا لما بعمل مبادرة وبستهدف بيها يعني زيادة الصادرات المصرية وأيضا زيادة المكون المحلي، لابد أن يكون ليها أيضا بعد اجتماعي وبيئي قابل للقياس، ويمكن فعلا هو قابل للقياس وعلى أرض الواقع، ويمكن من خلال منظومة المتغيرات المكانية اللي سمحت برؤية المشروعات وسمحت برؤية البعد الاقتصادي للمشروعات على أرض الواقع، زي ما سيادتك دلوقتي بتعرضي من خلال هذه الصورة الفضائية ومتابعة الأداء والعمالة والتطور في المشروعات، الحقيقة ما عدناش محتاجين إلى التحدث عن الاقتصاد التقليدي. من طبعا حضرتك بتسألي عن فوائد المبادرة. المبادرة أولا بتقدم طبعا فرص عمل حوالي 150 ألف فرصة عمل والاستثمارات اللي احنا تحدثنا عنها. ثانيا هي بتعالج مشكلات الصناعة المصرية، وهي بتخلق فرص عمل جديدة للنمو ودفع عجلة الاقتصاد المصري. احنا انتقلنا يا أستاذة نانسي إلى مرحلة كبيرة في الاقتصاد المعرفي، وبدأنا نربط أيضا التعليم بالصناعة، بمعنى أن احنا توسعنا في المدارس الفنية الصناعية مع التعليم التكنولوجي أيضا ليصب الجميع في هدف واحد، وهو الوصول لاقتصاد المعرفة اللي احنا يعني بصدده. أيضا مصر لديها التزام استراتيجي ومؤمنة، لأن الحقيقة الحداثة تحتاج إلى استراتيجية، والاستراتيجية تحتاج إلى استدامة. فاحنا عندنا هدف هو الارتقاء بالمنظومة الصناعية في ظل كل ما يحدث على مستوى العالم. وأهم حاجة المعطيات اللي قدامنا بتقول إن الدولة لازم تكتفي ذاتيا، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وخلق منتجات الحقيقة وطنية تنافس في الأسواق العالمية بنفس معايير الجودة، من أجل زيادة الصادرات، إتاحة مزيد من فرص التشغيل، تقليل الفجوة الاستيرادية الحقيقة. وإحنا يعني بنسعى من خلال الحلم الرئاسي المشروع بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. عندنا انعكاس إيجابي من مبادرة إبدأ، وشايفينه على أرض الواقع إن إحنا بنسعى فعلا بالانعكاس الإيجابي على الاقتصاد القومي ومشاركة القطاع الخاص الفعلية. صحيح. يمكن الدولة قدما بوثيقة ملكية الدولة بتحقق هذا الغرض. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لحضرتك. حيوا العمل، ملناش خلاص غير نبقى صف بنشتغل، ولا يوم هنيأس أو نسلم للكسل. حيوا العمل، حيوا العمل، حيوا العمل، طول ما احنا ايد في ايد هيفضل في أمل، ونلاقي حلم بلادنا بإيدينا اكتمل.
حي العمل حي العمل كل المكان يفضل يدور خليك كده بشغلك فخور بإيدينا نملى الدنيا نور شق الجبل ونحط في صف عمال بلدنا من زمان شغل وتعب صبر وإيمان إنتاج يروح مليون مكان مكتوب عليه مصنع في مصر حي العمل طول ما احنا ايد في ايد هيفضل في امل ونلاقي حلم بلدنا بإيدينا اكتمل حي العمل حي العمل تسلم عيون السهرانين قرشين حلال بعرق جبين يساوي خير ملوهش حصر يوم العمل متوعد فيه هنكمل اللي بدأنا بيه مليون تحية ليك ولي عمال بلدنا في كل مصر حي العمل طول ما احنا ايد في ايد هيفضل في امل ونلاقي حلم بلادنا بإيدينا اكتمل حي العمل حي العمل حي العمل عمالنا ترس الانجازات اخلاص كفاح جهد وثبات صغار كبار ولاد بنات حاسين معاكوا بكل فخر مع بعض جاي الخير كتير انتاج يزيد شغل بضمير نعلي دايما اسم مصر حي العمل حي العمل كل ما احنا ايد في ايد هيفضل في امل ونلاقي حلم بلادنا بإيدينا اكتمل حي العمل حي العمل عشان من غيركم ما نقدرش نكمل شكرا لكل اللي بيبني ويعمر شكرا لكل عمال مصر مشاهدينا الكرام بهذا تكون انتهت هذه الحلقة من إكسترا اليوم كنت معكم فيها نانسي نور إلى اللقاء